وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، يعني بعد التحية، أنت تعلم أن الجهود المصرية تتواصل وأيضا نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات والدول لتغير موقفها لصالح القضية الفلسطينية، ولكن تستمر المأساة مع استمرار التعنت الإسرائيلي. كيف تقرأ المشهد خلال الفترة المقبلة؟ يعني في الواقع ان رغم التعنت الاسرائيلي ورغم وضع العراقيل ورغم قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الا ان مصر دوله وشعبا مصره ومستمره في جهودها من اجل دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته انسانيا ضمن المسار الانساني الذي تتحرك فيه مصر، الى جانب طبعا المسارات الاخرى السياسيه والامنيه. وهذا المسار حقيقه نجحت مصر عبر الدبلوماسيه النشطه والفعاله في يعني حشد الدعم الدولي من وتوضيح الصوره الحقيقيه على الارض فيما يتعلق او ما يواجهه الفلسطينيين من يعني جرائم حرب واجرام اباده جماعيه وحصار تام ومخالفه وانتهاك واضح لكل القوانين الدوليه، حتى قوانين الحرب التي ينبغي ان تحمي المدنيين او قوات الحروب، لكن قوات الاحتلال واستمرارها وسياسه الارض المحروقه بتزيد من المعاناه على الشعب الفلسطيني، خاصه في مع دخول فصل الشتاء وهذا الشتاء القارس. بالتالي في هذا رغم هذه التحديات الا ان مصر حقيقه مصره وساهمت ونجحت في ادخال المساعدات الى الفلسطينيين عبر معبر رفح. شكلت المساعدات المصريه 80% من المساعدات، ومصر يعني تبارت المؤسسات المجتمع المدني المصري مثل حياه كريمه وتحالف العمل الاهلي وغيرها لتعكس هذا الدعم الكبير للجانب الفلسطيني. وبالتالي يعني هناك تحديات كثيره مع استمرار سياسه الارض المحروقه، مع استمرار تحدي اسرائيل للاراضي الدوليه وقرارات الجمعيه العامه بوقف اطلاق النار، واعتقد ان اسرائيل هناك من يحميها وهناك من يدعمها في الغرب، خاصه الجانب الامريكي وهو من يشجعها للمضي او يعني يسعها الى ان تتحدى هذا المجتمع والاراضي الدوليه وان تنتهك القوانين الانسانيه وان تستمر في عدوانها على الشعب الفلسطيني. لكن مع ذلك رغم كل هذه التحديات فان الجهود المصريه جهود ناجحه، جهود مستمره بتعكس حرص مصر وتتحرك على مسار على زاويتين في الناحيه الانسانيه. المسار الاول وادخال المساعدات، مصر اكبر داعم للفلسطينيين، هناك مساعدات مستمره عبر معبر رفح، ثم ايضا العمل والتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين في حي هذا الدعم الدولي الشعب الفلسطيني. واعتقد ان كان حدث تحول كبير في الراي العام العالمي في المنظمات الدوليه فيما يتعلق بالمعاناه الحقيقيه للفلسطينيين، وهذا ما حدث على خلاف ربما الايام الاولى بعد 7 اكتوبر، كان هناك نوع من الصمت الدولي، كان هناك نوع من نماذج الضمير، لكن مصر استطاعت ان توقظ الضمير الانساني مره اخرى، وبالتالي هذا المسار الانساني تحرك عليه مصر بكل جهودها، هذا واضح حاليا في تخفيف المعاناه على الاشقاء رغم هذه التحديات، هناك مساعدات ضخمه دخلت القطاع، نجحت مصر في ادخال الوقود في الاوم يدخل 40 شاحنه مصريه عبر معبر رفح وغيرها من المساعدات، بما يعكس حقيقه هذا الاولويه المصريه لوقف اطلاق النار، هدنه انسانيه وتخفيف المعاناه على الشعب الفلسطيني، طبعا الى جانب التحرك الحثيث على المسار السياسي. نعم، دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.